فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة المنتخب البارح ضد منتخب تنزانيا، وكملت قبيلك معك وين قصيت عليك ما خليتكش تكمل الفكرة نتاعك. والله شوف الفكرة نتاعي هو بكري سي وجدي وسي منجي حكاو على حاجة مهمة في الميكرو، حكاو على التاك. فنحكيت على التاك وحكى على الملعبية. شوف مانيش باش نحكي امور تكنيك خاطر مانيش تكنيسيان، اما اسلام فما حاجة باش نقولها. احنا في وقت من الاوقات حبينا نقلدوا منتخبات اخرى، اش معناها؟ حبينا نقلدوا منتخب المغربي ومنتخب الجزائري، اي سيدي نوليو نجيبوا ملعبيه توانسه اللي يلعبوا لبرا. والمشكله وين المشكله؟ المشكله انه يكفي انه لاعب يكون يلعب لبرا حتى لو كان يكون ما عندوش معناها كفاءه، معناها ماهوش ملاعب كبير برشا، نجيبوه على شنو؟ نجيبوه على الاسم. انا جبنا ملاعبي من ما نعرفش عارف من ايطاليا مثلا، انا جبنا ملاعبي كذا. الاشكال اسكو الملعبيه اللي جاونا احنا تو كلهم افيكاس؟ اسكو الملعبيه اللي عندنا احنا مسمين علينا هما تو يلعبوا كيب ناسيونال نفعونا في حاجه؟ احنا كان نعمل البيلون تاعنا باش نلقاو نسبه النجاح تاعنا. تحكي تو ولا تو 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 حتى تو حتى تو حتى مثلا الخازف جبناه من برا، البيتور تو في المنتخب. شوف شوف البيتور في 19 بونت. شوف شوف البيتور في المنتخب ظهر لي رابع هداف تاريخي للمنتخب التونسي. راهو نمشي معاك، تعرف شنو نقول بالنسبه ليا؟ تعرف شنو نقول بالنسبه ليا؟ لا رابع قلت اسمعني. اي تعرف شنو نقول لك حاجه؟ راهو شوف المشكله مش في تمركي، راهو المشكله ما تمركيليش وقت اللي نبدا ربح اثنين بلاش، مركيلي وقت نبدا خاسر ولا نبدا متعادل. هذا موضوع اخر معناها، خاطر احنا نشوفوا هاو معناها اللي تكنيسيان موجودين البونتو اللي يكون ديسيزيف وقتاش يتحسب. خاطر نجم نمركي 20 بونتو، راه نجم نمركي 20 بونتو يبدا لي كيف دايره كذا كذا بلاش. حاجه يحب يوصل لها مروان وجو لو كومبرون سكي، يقول لك تجيب جوار احسن من الجوارات اللي عندك في بالضبط. حاجه اخرى بربي سامحني قبل في الاتاك مثلا، تقول لي الاتاك بربي سامحني، هو قال سيمونجي بكري كلمه قررنا باش نضطر ونجيبو باش نجنسو ملاعبي. بالحق كلامه صحيح، لانه احنا عندنا زوز معضلات موجوده في الكره التونسيه تو. المعضله الاولى اللي هي لازمها تتنحى راهو عاجلا ام اجلا، راهو شوف تجني معناها السماح للاعبي اتحاد شمال افريقي بالنشاط في تونس، نعاود نقولها كمحليين، راهو ينفع ليكيبات برك، راهو المنتخب ما ينفع في حد شيء. رانا قاعدين نخسروا، شوف رانا باش نزيدو نخسروا اكثر، باش نزيدو نخسروا اكثر في الميكرو مروان، باش نزيدو نخسروا اكثر، لان قاعدين نقاسي وقاعدين نعاني. احنا في وقت من الاوقات وقت صارت مشكله في حراسه المرمى تنحى القانون نتاع انتداب حراسه المرمى لجانب. احنا تو نجيبوا في الملعبيه معناها نعطيو نسمحوا لهم باش يلعبوا كمحليين، ومن بعد شنو باش نربحوا؟ النقطه الثانيه اللي باش نكمل بها، نعرف انه في منتخبات عربيه ما نحكيش في الاوروب وحتى في الجزائر دون لو تون راوا مثلا، الملعبيه وقت يدخل يلعب منتخب وطني ما عادش حر في روحه، راه ماش حر وقت يجي باش يخرج من ايكيب ليكيب ما يتحكمش في روحه وحده، راه ما يتحكمش فيه زاد وكيل الاعمال نتاعو، راه الجامعه نتاعو والمدرب نتاعو ينصحو ويوصل ممكن حتى يضغط عليه قبل هذا حتى في المنتخب الجزائري. راو نحكي لك خاطر تاعو المعلومات اللي عندي حتى في الصحافه الجزائريه تحكي لي بالماضي متغش برشا على الشوام نتاع البلايلي. نحكي لك مع راو مع راو مع وقت اللي كان رئيس الجامعه الجزائريه كره قدم كانت هذه موجوده، حتى رياض محرز وقتها صارت مشكله في الحكايه ذي. احنا تو في تونس الملاعبي يكون يلعب في نيفو معين في الاوروب، ومانيش نحكي على الخليج، راه مش الخليج الكل خايب، خاطر احنا بطوله قطر فيها زوز ملاعبيه مثلا، فيها بغداد بنجاح فيها يوسف المساكني، وبغداد دخل بعد يوسف المساكني، شوف يوسف وين وشوف بغداد بنجاح وين. فرونشمون نحكيو معناها احكي فما نقطه مهمه بربي فيما يخص ما حكيناش عليها، برشا لاعبين قعدوا اشباح في المنتخب، اشباح اسماء على الورق ما شفناهاش في الاطار هذا في الاطار مسيج في السؤال اللي هنا يعني. حكينا وين على الخازري وهاب الخازري واللي قلت ملاعبي اشباح، فما لقطه حتى خرجتها قناه بين سبور في تصرف هجومي للمنتخب، تقريبا وهاب الخازري كان منعزل للقدام وحده واقف في الاورجو بعيد يمكن 10 متر على اصحابه، كيفاش تقراها تصرف كما هكا سي واجد؟ هذاك حاجتين، الحضور الذهني غير موجود واللياقه البدنيه ناقصه، فماش تفسير اخر الحضور فما نونشالونس زاد فما اي الحضور الذهني والانضباط التكتيك كنت نحكي عليه قبيله، تحسه ضايع ومش عارف روحه اصلا، مش عارف روحه اللي هو موجود وحده يعني في الورجو قاعد وحده وتخدمت لاكسيون وكل شيء وهو ما عمل حتى رياكسيون باش يخرج يعني من الورجو، ماهوش موجود مع المجموعه جمله فيزيكمون، مش حاضر نجم يكون فيزيكمون ناقص ناقص والا ما فماش اونفي ما فماش لا مش حكايه اونفي حتى اللي يبدا ما عندوش اونفي ما يظهرش بالطريقه هذيك لكن انا نقول لك ممكن قله حضور ذهني غاب عليه بحكم انه تعرف الكوتي فيزيك وقت يبدا ناقص
سو لو بلان فيزيك ياثر حتى على الحضور الذهني نتاع اللاعب. سي تري امبورطون فهمتني. على ذلك انا المدرب وقت اللي حكيت على المدرب ماناش نلوم عليه، يعني المدرب قاعد يجتهد وكل شيء، لكن التغييرات هذه نتاع الخزري كانت تكون ضروريه قبل ما يعمل التغيير. التغيير المساكني كان يكون ضروري قبل ما المساكني يدخل في المرحله نتاع الارهاق واللي يضيع بونتو كيما اللي يضيعوا. انت المدرب انت تنقذ الملاعبي، ما تخليش الملاعبي تكثر عليه الانتقادات وتولي حمله ضد الخزري ولا حمله ضد المساكني. المساكني كان عطيته الوقت نتاعو المحدد، والخزري تعطيه الوقت نتاعو المحدد فهمني. مش يلعب المساكني راه خرج في الدقيقه 93 معناها لعب زوز ماتشوات وماتش ونص في لي ماتش اميكو اللي لعبناها من زوز، معناها برشا عليه برشا. كان لا قدر الله كانت تصيروا حتى بليسور فهمني. هذا يجرني للكلام للملاعبيه الاخرين، عندك دي جوار فريم معناها دي جوار عشان سعد بقير وجلاسي زوز من احسن، ما نقولكش ملاعبيه كبار لا لا مش صحيح، ما همش ملاعبيه كبار، لكن ملاعبيه على الاقل جاهزين حاضرين. واحد كان من احسن اللاعبين البقير يمكن ما جلاسي مش جاهز، لا لا خاطر مش قادر يلعب جلاسي تو. لا نحكي لك نحكي لك على الشامبيونات وكلهم يا اخي مساكني كان يلعب يبالك مساكني خمسه ماتشات الاخرانيين تاع التحيل شارك في ماتش واحد الاخرين كان على البنك فهمني، زوز على البنك واحد شارك فيه اساسي معناه فهمني، كلهم كيف كيف راهو. خزري كيف كيف يا اخي، خزري مش ياخذ ورقه حمراء مش قاعد يلعب زاد وغيره وغيره وغيره. اي المعضله على الاقل انا نعطي جلاس بقير غير واحد من احسن اللاعبين في البطوله السعوديه، عطيه فرصته، عطيه فرصه للملاعبيه ضمه خلي مادامهم يسمى معناها تري ديناميك ويتحركوا ويخدموا لك ويدافعوا ويهاجموا ويعطيك الحلول فهمتي في الهجوم ويرجع يعاون في الدفاع ويعطي حركيه وما يقتلش الهجمه كي تجي كره في كاتيتولير سي وجدي كاتيتولير غير وجلاسي. انا جوري كومونسي لو ماتش بيان سور انا بيهم لو ماكش تحت ضغط انت حاسك بالمساكني نتاع 4 ساعه 4 دراج تلعب بالاكستيريور فهمتني، بي خلي خير يا بول فو معناها احنا متكلاسين لونانيين امورنا باهيه. ما عندكش ضغط معناها تنجم تلعب بالعبيد. كنت نجم نرتحوا شويه المساكني باش ما نعملش عليه ضغط زايد تو، ولا ثم تحامل كبير على المساكني ولا ثم حملات مش حمله على المساكني على الخزري، هذا كله انه المدرب شركهم اكثر من من منطقتهم. والا عاد وقتها نفتحوا قوس خايب ماهوش باهي. اللهم هما عاد فارضين انفسهم وما يتغيروا الا ما يطلبوا هما التغيير. وقتها انا نقول للفني يراني في ثمانيه يراني في ثمانيه ملاعبيه ولا تسعه والباقي ماهوش تابعين. سي وجدي هذه راهو شوف انت طرحت سؤال باهي برشا راهو. لا ما باش ما تتاولش الامور الحقيقه شوف ويتقال هذا لا لا قاعد يتقال هو قاعد يتقال بالحق راهو قاعد يتقال انه فما وشفنا احنا شنو بالحق صحيح معناها شوف فما لقطات صارت. لا لا جاوبني قلت لي بالحق يصير صحيح معناتها يحكموا في المنطقه. قول لك حاجه من الاخر نحي 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 معناها رجول مير فتره رجول مير وراهو شوف المدربين مش حكاليهم الكل فيهم برشا اصحابي، اما من بعد رجل عمر نتحدى اي مدرب درب المنتخب الوطني التونسي ويقول انه معناها ما صارتش تدخلات لفرض اسماء في التشكيله. ودليل فما 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 مشكله صارت بين فوزي بنزرتي وديع الجري على فراس شوات كانت تتذكرها بوليميك كبيره صارت برشا، وكي خرج فوزي بنزرتي معناها صرح قال انه رئيس الجامعه قال له قالوا ما تهبطش في راس شوات في الماتش اللي هبطوا فيه وقتها في جوكروا زيمبابوي ولا حاجه هو ما سماش الملاعب نتذكر اما قال حاب يتدخل في شوات كبيره معناها شوف تدخلات راهي موجوده. انا نحكي على تاثير الملاعبين ما نعرفش ما نوصلش للجامعه اما كلاعبين لانه نقول لك حاجه المساكني ملاعب كبير وعنده موهبه وقت اللي تحس روحك انت تعبت ما عادش تعطي البلوز وتحب انت تخرج تطلب انت باش تخرج حتى قبل الماتش تتفاهم مع المدرب تاعك تقول له اعطيني ميتون ونص اعطيني كذا كان الامور باهيه ورابحين كل شيء رتحني راني ما نجمش نلعب لك 93 دقيقه فهمني. نفس الشيء الخزري لكن هذا ما صارش باهي. سي منجح احنا ناخذ رايك في النقطه هذه خاطر مهمه برشا عملت برشا بوليميك حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. يوسف المساكني في أسوأ حالاته هذا متفاهمين الناس الكل، لكن يقول القائل خرج زوز ماتشات وعمل جي ماتش الاول هو جاب البينالتي وبركاه والبارح هو عمل لاسيست تقريبا جاب نتاع البونتو. هو يوسف المساكني راهو ما يلزمناش نكونوا انقرا احنا اليوم يوسف المساكني اذا كان 50% ولا 60% سي مويان خير من جوار 100% دو سي مويان دو سي مويان سورتو جوارات الموجودين توا سيرتان جوار. انا نقول اذا كان اليوم يوسف المساكني اليوم مع سيمون دركباير اتيتر بيرسونيل اذا كان يحكيو ومع الاطار الفني يوسف المساكني يلزمه يعرف زاده كيفاش يتعامل مع المردود نتاعو في ليكيب ناسيونال، لان اليوم اذا كان يجي سيمون دركباير وعاطي فيه الثقه
واي جوار كان يقول له انت مستعد اليوم وصابات وتوب ولا حاجه يقول له اي لونترينور ما نجمش يقول لك اذا كان ما لعبوش تصير مشكله واذا كان اللعب وتصير مشكله دونك لونترينور كي اسيوم تحب ولا تكره صارت اون ريبتور دو كونفيونس ما بين الجوارات ولونترينور يلزم اليوم لونترينور يراجع نفسه ونيفو في الحكايه هذه خاطر ساتوش لا ديسيبلين راهو دون لو جو نتاع ليكيب ناسيونال اليوم اذا كان يوسف المساكني انا جو بريفير ان جور لوتريزم يتكلم هو ويقول يحكي مع لونترينور اتيتر بيرسونيل ويقول له راني ماني جاهز في المباراه الفلانيه انا ما حبيتوش حتى يمشي في المباراه هذه معناها سكي انكرويابل شوف الحاجه اللي انكرويابل سي سك جيستيون تاع لا كونديسيون فيزيك نتاعو خايبه برشا à certain moment il garde le ballon quand il faut pas le garder ou يعطيه وقت اللي ما يلزموش يعطيه وهذا الكل تعمل له سورتو ان افريك رد بالك من لي بليسور نتفكروا الشيخاوي كيفاش تضرب تخلى ربع ساعه حب يعمل حاجات اللي ما وشفنا اللي جامون كروزي اللي صار له هو مش حاضر كيف صارت له مسكني هو نفسه بيدو قبل المونديال فوالا دونك اليوم نقول مي الحاجة اللي انكرويابل سي كو بكورة اوردينير إذا جست تكنيك ينجم يعمل لك حاجة انكرويابل شفنا البونتو لون دو كيفاش الكورة تفكت من علي معلول عطاها ديريكتومون الناس كل تستنى في باش يعطيها لعلي معلول يمدها الخاوي ويحطها ديريكتومون الخاوي دونك الحاجة الأخرى سي كو الخاوي يوريك اللي فيزيكمون إنو باو توب ضيع أهداف سهلة برشا سورتو قبل ما يخرج قبل ما تصير للكرام لانك تشوف انت البوزيسيون هذيك نتاعك وانت ماهيش بوزيسيون فاس دو بوت تنجم تلقى حل وقت اللي انت راسك راس جول باش تمركي البونتو هذاك باش ولينا احنا درجات هو عمل واحده على البال واحده ظهر لي غلط في اللونج رجعنا الثقه للفريق التنزاني بالظروف نتاعنا احنا لان انت اليوم الكونسنتراسيون الكوتش تبارك الله سور لي جيست هذوما يعرف القيمه نتاعهم الكونسنتراسيون كون تو جو كونتر اون ايكيب افريكان ولا كونتر نيمبورت كيل ايكيب كونسنتراسيون ديبي دو ماتش باش ما تقبلش لا فان دو لا بروميير ميتون باش ما تقبلش بونتو انت على فان دو لا بروميير ميتون باسكو مورالمون اي لو ديبي دو لا دوزيام ميتون الاولانيه اي لا فان دو ماتش شنو هو اللي صار 48 مينوت الناس مازال تحكي في التيران يحكيوا على مع بعضهم الجوارات وكل يبدا الماتش على 47 مينوت ولا 48 مينوت اون انكاس لو بوت اللي دخل الكونفيونس للفريق التنزاني وكان ينجم في الاخير يفوز علينا اللي عندنا احنا ما كناش في المستوى ا سيرتان مومون دو ماتش اللي عندنا الثقه مش تنزاني كانت قويه الفريق الوطني التونسي كان ضعيف هو راهو الفورمه ترجع للملاعبي كا نتاع الخزري ولا مسيكني ولا غيره فور ما يرجع في الكومبيتيسيون تاعو في الشامبيونا اللي يلعب فيه مش توا بالماتش هذا باش ترجع تردو كومبيتيتيف خاطر تو باش يعاود يغيب عليك يرجع لك كان في المود مارس فهمني معناها انت الجور باش يولي كومبيتيتيف واصرار على التشريك للمسيكني انا في نرى فيه مضره للمسيكني حاجه الاولى حاجه ثانيه الاصرار هذا يخليك تخسر يخليك تخسر ملاعبيه اخرين تخسر جلاسي وتخسر بقير وتخسر يعني ديما ماذا بيتخسر هو مش نفس البوست سي واجدي هو مش نفس البوست لا لا نحكي لك معناها بصفة عامة على الملعب علاش جلاسي نجم يلعب في الكولوار اي ولا نتو السنه في الميستيري على سنه على عابو جلاسي يلعب لك ورا المهاجمين ويلعب على اليمين ويلعب على اليسار يلعب فيه يوسف سي با سون بوست هذاك يوسف يا اخي يلعب ستان جوار كولوار يوسف يوسف ديما يلعب على اليسار يوسف دوا جوي كوم الكترون ليبر لان اون لي اون دوموند با على عنده واجبات دفاعيه ما عندوش واجبات دفاعيه دوموند داتر افيكاس دون لي 30 ديرني متر هذه هي ولا ديرنيير باس كيما عمل لا سيرتان مومون لكن راهو سي توجور انسوفيزون في مباراه نتاع ساعه ونص تعدي ربع ساعه دو هو نيفو وبعد ما عادش نراوك لان علاش خاطر لا سانكرونيزاسيون نتاع البدن نتاع المخ افيك لي جون مع الساقين ماهيش موجوده الحاجه السهله تولي صعيبه الحاجه صعيبه تقعد صعيبه سي سا كي في كو سي دوماج انا يوسف ما نحبش راهو بارابور على الناس والواحد وكل شيء اللي يخموا هذايا انا نقول الريسبونسابيليتي ليوسف لان شو سناء وراس خويا وراو ساتوش تو لي جوار دو موند سناء عملت انترفيو في اذاعه وسالوني على برشلونه اللي لاموا عليها برشا ناس قبل ما تبدا الشامبيونات قلت لهم نساوها سناء برشلونه قالوا لي علاش قلت لهم خاطر ميسي قعد خاطر اوبليجي باش يقعد لكن مخه الى اير واذا كان مخك ماهوش سانكرونيزي مع ساقيك انسى اللي يفسي برشلونه وميسي سافا تتر ميسي شنو اللي صار؟
اليوم ميسي ماهوش ميسي اللي لان تحب ولا تكره صارت كاسور. اليوم انا نقول ليوسف من المنبر هذايا اللي يفو ميوسف ريغريتي كو ريغريتي دو ريستي. يلزمك انت الناس تندم عليك خير ما انت تندم اللي انت قعدت في ليكيب ناسيونال. اذا كان انت تنجم تعطي البلوس يلزمك تحكي مع المدرب مع الاطار الفني على جيستيون دو لا فورم تاعك، لان اثرت ماما اذا كان حشنا بيك دو لي 30 ديرني متر. اذا كان يلزمك تقبل باش تكون احتياطي وتعمل لو بلوس في لي 30 ديرني متر. حاجه مهمه بربي في النقاص في المنتخب الكره الثابته، انت كره توا كره ثابته ما كنا حتى كل ما معناش احنا جبنا دو كورنير ماتش كامل مع تنزانيا دو كورنير، يعني مش معقول حتى كرة ثابتة راهي هذيك الكرة تقدم تاع توا كرة ثابتة عندك ملاعبيه شوتو كرة ثابتة ما عندناش شكون يضرب بالراس بخلاف يمكن الزوز في المحور. لا لا كرة ثابتة نحكي حتى على الكورنير الكوفران فهمني وكل شيء ما ثماش ماناش قاعدين نستغلوا ماناش نسجلوا في اهداف تاع مخالفات يعني مباشره ولا غير مباشره. كلاسي وبقير سون تريز افيكاس في الحكايه هذه حاجه بالضبط باش المخالفات اللي حكى عليها سي وجدي الفو كو دي جوار بروفوك لي فوت، خاطر اليوم اذا كان ما لقيتش حلول بار لو جو تلقى حلول سور بالاريتي، وهذه حاجه مهمه ومهمه جدا. لان سارتا مومورا سور كاتر سور كاتر كوفران ولا سان كوفران عندك سعد بقير ولا جلاسي ينجموا يسجلوا لك الهدف. شفنا سبع مرات على الكاش شفنا سبع مرات جوست كلمه جبنا كوره بركه كادري معناها ثم عديد النقائص من الناحيه الفنيه والتكتيكيه يلزم معاد مراجعه. نستسمحكم فلاش بوس بعض الدقائق سي وجدي عندك التزامات انت وليت كان معنا بعض الدقائق. لا ثم حتى مشكل زميلي وليد في فلاش بوس وبعد مكملين نحكيو على المنتخب حتى لما 3:30 نكمل.